طيب هنبدأ كده بشكل مباشر. الموضوع هيبقى تطبيقي شوية. أنا بإذن الله عز وجل هحكي تحديدا تحت العنوان الانفوجرافيك المتحرك. موضوع كده بيدمج ما بين مجموعة من الموضوعات، أو يعني نقدر ندخل أو يعني نقول إنه ليه سن ليه علاقة كده بتصميم الفيديو وإنتاجه. انا احكي تحديدا او مش هتكلم بشكل نظري عن الانفوجراف التفاعلي او الانفوجرافيك المتحرك التعليمي. انا احكي في تول بشكل اساسي من شركة اسمها فيوند، هي طبعا ما كانش اسمها كده وتم تطويرها، فحشير اللينك الوقت بتاعها حالا في الشات بوكس، واستاذن حضراتكم في اننا نبدا كده مع بعض. أستاذ ياسر بيقول إن الصوت عنده مش مظبوط. أساتذتنا، هل الصوت عندكم مش واضح؟ هل ولا الصوت ده عند أستاذ ياسر بس؟ الصوت واضح عند أستاذ أيمن. طيب أستاذ ياسر، ممكن حضرتك لو عندك تركب، لو عندك هيدفون أو عندك سماعة بتاعة موبايل ممكن تركبها وننطلق كده مع بعض. ده اللينك أساتذتنا بتاع فيوند، و تمام دكتور نجوى، شكرا لحضرتك. تمام، طيب يلا بينا بقى، هنضغط على اللينك ده، هنكون ستيل موجودين في فيوند تحديدا. طيب علشان برضو ما يعني ما نضيعش في الوقت كتير، هحاول اعرض على حضراتكم جانب من ضمن الجانب او يعني من ضمن الاكزامبلز او الشغل اللي اتعمل باستخدام السوفت وير ده او البرنامج ده. اوقف الشير دقيقة. ده كان جانب من ضمن او ده كان جانب تطبيقي اكتر شوية على هو السوفت وير ده بالظبط بيعمل ايه، ابليكيشنز بيشتغل يعني كجانب تطبيقي ليه. في كمية كبيرة جدا من التولز اللي بتسهل عليك انك تكريت ملف الفيديو وان انت تنشئه وما تاخدش وقت كبير، بعكس برامج المونتاج الكتير التانية اللي بتاخد وقت طويل في ان انت تحاول تكريتها او تنتج من خلالها اعمال معينة. في كمية كبيرة جدا هنا من الاكزام يعني من التمبلتس، القوالب الجاهزة، يعني بيوفر عليك مساحة كبيرة من انك تكريت شغل كتير. تعالوا نشوف شكلها كده، او تعالوا نشوف شكل ملف الفيديو بعد ما نشغله. معكم غادة، قدمت على وظيفة في إحدى الشركات وسأكون تحت الإشراف والملاحظة مدة شهرين. خلال هذين الشهرين سأتلقى التدريب اللازم قبل أن أباشر في العمل بشكل رسمي. أنا أبرار، أنا موظفة بالشركة وسأقوم بتدريب الموظفة الجديدة على مهارات الإتيكيت داخل بيئة العمل. ده موديل لمشهد بسيط جدا تم تصميمه باستخدام فيونت، بيعكس لك جزء من او جانب كده من جوانب استخدامه بشكل مباشر. الاصوات دي تم تسجيلها باستخدام فويس اوفرز من بره، وتم تركيبها على الكاركترز، والسوفت وير ده بيعمل عمليه ليبسينج كده وتقدر تركب عليه الاصوات. كما انه فيه يعني في طول قويه كده في مساله الليبسينج ده، هنتعرف عليها ان شاء الله باذن الله في خلال الدقائق اللي جايه دي. طيب خلينا نبدأ كده بشكل مباشر. الرابط مرة تانية، الناس اللي دخلت متأخر هنحاول نحطه في الشات بوكس مرة تانية. واسم الموقع موجود، بيوند.
هنضغط بقى على كلمة free trial علشان نجرب إمكانيات البرنامج. هو بيسمح لنا ليه بإننا نحاول نسجل لمدة 14 يوم. في خلال 14 يوم الفري دول، أنا متهيألي إن أنت هتاخد فكرة كويسة جدا عن الأداة دي وعن كل إمكانياتها، أو بشكل عام نسبة كبيرة جدا من إمكانياتها. فهنضغط، عندنا 3 طرق نقدر نساين اب بيهم: اما بجوجل، حساب جوجل من الحسابات السينكرونايزد على اللابتوب بتاعك او الجهاز الشخصي بتاعك، او باستخدام حسابك على اوفيس 365 حساب مايكروسوفت، او ان انت هتساين اب باستخدام الايميل. اختار الاسلم ليك، ولنفرض انا هساين اب باستخدام حساب جوجل بتاعي. يعني ضغطت على جوجل واخترت الحساب بتاعي وكتبت مثلا هيطلب مني مجموعة من البيانات التانية، يعني زي مثلا اسمك والاسم الاول والجامعة والوظيفة بتاعك والايميل، اكسبتنس الليسنس الاجريمنت، وهنا هنضغط على ساين اب، وطبعا عايز رقم التليفون. بعدها ساين اب، بعدين هيعمل لي دلوقتي ريدايركشن على الابليكيشن، يعني هيعمل لي انتقال على خلينا نقول الاستوديو بتاع فيوند. ده اللي احنا المفروض ان احنا نقعد عنده شوية كده ونتعرف على امكانياته وعلى التولز اللي بيقدمها وغيره. طيب ده الداشبورد بتاعي كده، ما فيهوش اي حاجة طبعا، المفروض في ماي فيديوز هنا على اي فيديوهاتي لو انا كنت مكريتها. الترش دي بتكون السلة اللي فيها الفيديوهات بتاعتك، بتحذفها بشكل مؤقت. بعدين بلاقي الايكون بتاع البروفايل بتاعي اللي يهمنا ميك ا فيديو. يلا نكريت فيديو. لو انا ضغطت ضغط على البوتون اللي اسمه ميك ا فيديو ده، هيبدأ ينقلني للاستوديو بتاعه. الموضوع ده ممكن ياخد لحظات كده لغاية لما يهندل او يجهز الادوات اللي تقدر من خلالها تكريت او تنشئ الانفوجراف بتاعك. تمام، ده بيكون شكل الواجهة بتاع البرنامج. الوزارد اللي بيظهر ده يعني بيحاول يدي لك نظرة عن انت ممكن تتعامل ازاي. هنقفله طبعا لان انا اشرح الكلام ده باذن الله عز وجل. طيب من خلال الواجهة اللي احنا شايفينها، بعد ما اكمل بس الوزارد الجميل ده، من خلال الوزارد اللي احنا شايفينها بتلاقي اكزيت. هي بتتكون كده من كلوز. يلا هنبدأ كده من فوق خالص. فيوند دي لو عايز ترجع للداشبورد بتاعك، هنا بتلاقي اسم البروجكت اللي انت شغال عليه حاليا، ولنفرض انا هكتب مثلا كلمة ديمو، ومفيش مشاكل في مسألة دعم اللغة العربية هنا، موضوع موجود وبشكل قوي جدا. بعدها بتلاقي الاتنين ايكونز بتوع الكنترول زد، الاندو والريدو. عندك واحدة تانية للكوبي، واحدة للبيست. ايكون دي كانت خاصة بالارينج، ترتيب طبعا لازم تكون محدد لاير، خلينا نقول كده جزء من الحاجات اللي انت واقف عليها. كل دي بتتعامل كأنها اوبجكتس يعني علشان تحاول تطلعها لقدام او غيره. كوبي فورمات او كلير، واحدة بتحذف الاوبجكت اللي انت واقف عليه. وهنا كانت خاصة بالفيديو سيتنجز، لو انا ضغطت عليها كده فهي بتحكي في حجم الصوت، البداية التأثير، يعني الفيديو بيبدأ بتأثير زي الفيت كده، ممكن تنوره وممكن تطفيه، يعني الفيديو ما يبتديش على طول كده، ياخد تأثير كده سنة وميت لغاية لما يبدأ يفتح بشكل كامل. الاشبكت ريشيو للاسف انا مش هقدر اغيرها، لكنها ستيل ستيبل او هتبقى ثابته، اللي هي بتكون 16:9، وده ستاندرد يعني، ده واحد من ضمن المعايير في عموما بشكل عام في الفيديو، من ضمن معايير التصميم التعليمي. الفيديو هنا يعني هيشتغل على الموبايل من غير اي مشاكل، وهيشتغل على الشاشات المختلفه من غير اي مشاكل. طبعا الابجريد هيدي لك اشبكت ريشيو مختلفه، لما تعمل ابجريد او ترجي حسابك لحسابات تانية هيدي لك اشبكت ريشيو اكتر من كده. طيب
ده كان خاص بإعدادات الفيديو، بعدين البوتون ده علشان أعمل بريفيو، زي ما إحنا هننزل من تحت كده هنشوف إن في تايم لاين، يعني أنا عايز أعاين ملف الفيديو بتاعي، يعني هيكون في أنيميشن وهيكون في ترانزيشن وهيكون في حاجات مختلفة. بعد البريفيو في سهم صغير ممكن أعمل بريفيو من هير، وأنا أقصد من هير الحتة اللي أنا واقف عليها طبعا في التايم لاين تحت، أو إن أنا عايز أبدأ من البداية. سي اف دي دي لو انا اجريت اي تغييرات معينه، مثلا مسكت الاوبجكت ده حاولت احركه او اوديه في اي مكان مختلف، فعاوز اسيف الكلام ده، هضغط على كلمه سيف، وهو الكلام ده كله بيتسيف اوتوماتيكالي على الكلاود او على البروفايل بتاعك او على يعني الملف الشخصي بتاعك. لكن لو عايز تحفظ يعني من غير ما هو يعمل سينكرونايزد كده كل فتره والتانيه، بامكانك انك تضغط على كلمه سيف. طبعا الايكون الجميله دي بتاع الشير لو ضغطنا عندها هيحاول يعمل لك كوبي لللينك بتاعك اهو، و اللينك هو حتى بيقول لي اني انا مش هعرف انسخ اللينك ده لان ده تبع العضويه البريميوم جيف اكسس، لو عايز اخلي حد تاني يقدر يشتغل معايا في نفس السيناريو ده. وطبعا الامر ده برضو غير مدعوم في العضويه اللي فري حاليا. الايكون دي كانت خاصه بالداونلود لو انا عايز انزل المشروع بتاعي، هو حتى الان تقريبا واخد لغايه 16 ثانيه عشان انزله. الهيلب هنا وده امر جميل جدا متفلتر وفي كميه كده في منظم جدا، ده الجايد او دليل الاستخدام بتاع البرنامج. هاجي بقى للشريط اللي من تحت وده بيكون كور كونسبت كده زي حاجه مهمه جدا في قلب السوفت وير. اول حاجه على الشمال الاوبجكت بتاع الابلود لو انا عايز ارفع حاجات معينه على مساحه العمل، يعني مش بايد زي ما انا عملت من شويه، كان في سنكرونايز ما بين شفايف الناس اللي بتتكلم وبين مقطع الصوت. مقطع الصوت ده متسجل من فويس اوفر ومعمول له ابلود باستخدام الويزارد ده على المساحه دي، يعني كل مقاطع الصوت اللي كانت موجوده في المشروع من شويه مرفوعه على الابلودر ده ومشدوده على التايم لاين علشان اعمل لها مزامنه ما بينها وما بين شفايف الكاركترز اللي بتتكلم. طيب تعالوا نشوف الجوانب القوه بتاعت فيوند في مساله السبورتد فايل تايبس. هو هنا دعم الاكستنشنز جميله بصراحه بابعاد مختلفه، هنا يعني تعالوا نبص عليها كده. ميديا ستاندرد جي بي جي، جي اي بي جي، بي ام جي، وام بي 3 ويف في الصوت، ام 4 اي في الصوت برضو تصوير موبايل على ما اظن، تي تي اف او تي اف ده تقريبا اكستنشن فونت على ما اذكر، تي تي اف ده اكستنشن صوره، ومعايا ام بي 4 على ملفات الفيديو. فهو لامم كميه يعني لامم مجموعه كده من الامتدادات الجميله، وبرامج الفورمات او برامج تحويل الصيغ ما خلتش ما شاء الله يعني. فلو انت محتاج ترفع اي حاجه من عندك ضغطه بس على الابلودر ده وهتضغط على العلامه دي وهتبدا الدنيا تترفع معاك. طب هو مدي لك كده زي كرايتيريا او مدي لك ريستريكشنز، بيقول لك ان ملف الصوت اخره يكون 15 ميجا، وملف الفيديو اخره يكون 100 ميجا، وملف الفونت يعني ملف الخط هنا عنده مكتبه خطوط لكن ملف الخط بيكون اخره 25 ميجا، ومعاك ويزارد كده عشان تسرش في الحاجات اللي انت اوريدي كنت رفعتها. طيب جميل، هروح عند الكاركترز، وفي الكاركترز هلاقي بقى هو عامل تنظيمه جميله كده. التنظيمه بتاعته في الكاركترز ان هو مقسمها كده الكاردز صغيره، وكل كارد من دول بيكون فيه كميه من الشخصيات. خليني طيب انا افضي التايم لاين ده خالص كده علشان المعامله معاه كانه برنامج مونتاج، الموضوع بسيط خالص، بتمسك الماوس بتاعك وبتكليك على المشاهد وتقدر تتحرك من جوه. يعني انا بحاول دلوقتي احذف في السينز، السينز دي وما بينها وبين بعض في ترانزيشنز وفي انيميشنز. انا هفضي التايم لاين ده خالص وهاجي هتكلم عنه خلال لحظات ان شاء الله باذن الله. كده المشروع بتاعي فاضي ما فيهوش اي حاجه، هتلاقي فيه تنظيمات كده. قبل ما انزل على الشخصيات نفسها بتلاقي فيه ثلاث انماط حرفيا من الشخصيات، شخصيات عنده اسمها بيزنس فريندلي، وشخصيات ابيض واسود، وفي شخصيات يعني خلينا نقول انا مش عارف اقرا اسمها بصراحه، لكن هي زي ليها دخل بالمهن اكتر وغيره. يعني لو اخترنا اول واحده اللي هي البيزنس ممكن بلاقي تصنيفات مختلفه، هحاول اختار مثلا اوفيس، على اي امور مختلفة برضو من كل شخصية. بامكاني ان انا اضغط على علامة الزائد دي علشان اعمل انسبكتنج او احاول اشوف الشخصية دي من غير ما اعمل لها انسيرشن داخل مساحة العمل. طيب لو انا نسيت ان انا عايز الشخصية دي هضغط عليها ضغطة واحدة بس، خليني اضغط مثلا على الكاستمر سيرفيس ده خلاص اوكي، فهلاقي ان ده موظف خدمة العملاء
اهو ليه موجود في نص مساحة العمل. ودي بمنتهى البساطة طريقة إدراج الشخصية داخل مساحة العمل. خلينا نرجع كده في كمية من الشخصيات المختلفة. لو انا دخلت بعدين على التاب اللي بعد منها بيكون البروب، هو بيسميها كده، والبروب دي هي عبارة عن بقية الاوبجكتس اللي بتقدر تكمل بيها المشهد بتاعك. زي مثلا هو مقسمها في حاجات ليها دخل بالاكل، في حاجات ليها دخل بالمباني، في حاجات ليها دخل بغيره، في تصنيفات كده مختلفة. وهنا في ويزرد قوي شوية للبحث، لو انت عايز تكتب مثلا كلمة تري كشجرة تعمل سيرش هيحاول يجيب لك مجموعة من النتائج القريبة من الامر ده، والموضوع بسيط خالص، دراج اند دروب. هتلاقي كده وانت بتتعامل مع البرنامج ايكون البروفيو مختلفة شوية، هتلاقي فيه مرة تكون علامة العدسة اللي عليها علامة زائد، ومرة بتلاقيها في شكل مقطع الفيديو، فتفهم ان ده انيميتد فيديو حرفيا، دي فيها انيميشن. لو انت ضغطت عليها ممكن تاخد بالك في البريفيو انها بتشتغل ازاي، يعني ربما يكون الاضاءات دي بتكون موجودة عندها، فانا لو عايز اضيفها هضغط على كلمة اد وهتبدأ تتحط جوه مساحة العمل تبعي. طبعا كل ايكون معين او كل شخصية افاتار، كل اوبجكت انا بحاول اضيفه بينور عنده كده مجموعة من الخصائص. يعني مثلا لما تكون دي شخصية فبتلاقي بقى في اكسبريشنز وبتلاقي في اكشن في النص التاني من ده، لكن لما تكون اوبجكت عادي ممكن ما تلاقيش فيها الاكسبريشن والاكشن، يعني ده يدخل بتعبيرات الوجه وده اوبجكت ما فيهوش وجه حرفيا. ففي حاجات كده بتظهر مع حاجات، مش كلهم ثابتين، حتى من جوه بتلاقي الكنترول بتاعهم مختلف شوية. طيب خلينا كده نروح على اوبجكت تاني واحنا بنتعرف على الشاشة الافتتاحية او الواجهة بتاع البرنامج، واللي هي كانت خاصة بيه حاجة اسمها التشارتس. وفي التشارتس هنا بتلاقي حبة ديمو كده حلوين من التشارتس، والتشارتس دي في منها انا اظن ما فيهاش ملفات فيديو، كلها بتكون حاجات ثابتة، يعني ممكن تاخدها وانت تحط عليها الانيميشن والترانزيشن علشان تاخد صيغة التحريك. ومعايا بعدين التكست، التول بتاعة التكست، فبتلاقي كده مجموعة من التمبلتس اللي عند البرنامج تقدر من خلالها انك تحاول تضيف او تضيف نصوص معينة. لو انا عايز اضيف النص ده، ده نص عادي هقدر اشد واكتبه، وهنلاقي ان البرنامج عشان نثبت لحضراتكم انه ده داعم، واحدة من ضمن الفيتشرز داعم للغة العربية مثلا، انا هحاول اكتب اهلا وسهلا، ففي الغالب مفيش اي مشاكل في القصه بتاعه دعم اللغه العربيه عند السوفت وير. لكن زي ما انا كنت قلت لك تاني مره، انك لما بتعمل سيلكشن لاوبجكت بتلاقيش الخصائص هنا مختلفه بناء على نوع الاوبجكت ده تحديدا. بلاقي بعدين اوديو، وهنا في مجموعه من مكتبات الصوت. مكتبات الصوت دي طبعا مفيش مشكله من استخدامها لان البرنامج موفرها ومشتري حقوق الملكيه بتاعتها، فانت لو حاولت تعملها انسيرشن او تضيفها جوه المشروع بتاعك مش هيكون عندك مساءله قانونية تحديدا من استخدام الأدوات اللي موفرها البرنامج، لأن هو شاري الملكية الفكرية بتاعتها. واحنا اتكلمنا بقى من شوية، هو قسمها على نصين، نص للباك جراوند ونص للإفكتات. طبعا الإفكتات بتكون مؤثرات زمنية صغيرة، مؤثرات صوتية بسيطة كده، فممكن توصل لدقيقة، ممكن يعني أكتر من كده في أحيان معينة، لكن الخلفيات الصوتية بتوصل عنده هنا في 3 دقايق، وممكن تحاول تسمع كل اللي أنت محتاجه إنك بس تركب السماعة بتاعك وتعيش اللحظة. طب بالنسبة للبار اللي على الشمال الخاص بإضافة الحاجات جوه مساحة العمل اللي في النص البيضة دي، نيجي لي على الناحية اليمين بتلاقي بقى في الريبليس. الريبليس ده مسؤول عن حاجة جميلة خالص، إنه يبدل لك المشهد الحالي. خلينا نضغط عليه ضغطة كده، فهيروح يعمل لك ايه، علشان انا اوريدي موجود ريبليسمنت، هو بيقول لي خلاص انت في وضع ريبليسمنت مود، لكن لان انا كنت محدد او انا كنت واقف على على اوبجكت معين، فعشان كده عمل لي القصه دي. يعني ايه؟ يعني على حسب ما انت كنت واقف هو بيبدا ريبليسمنت. يعني لو انت كنت واقف على نص فهيعتبر ان انت هتبدل النص، فيفتح لك اداه تبديل النص. لو انا زي دلوقتي واقف على المشروع بشكل عام وعملت ريبليسمنت، او اللي هو على المشهد اللي انا واقف عليه، المشهد ده بينتهي بالتايم لاين بالمربع لونه اصفر ده، ده كده بنسميه مشهد. عشان تضيف مشهد تاني بتضغط على علامه الزائد. المشهد ده طبعا محكوم بوقت معين، بامكانك انك تحاول تحرره او تزوده زي ما انت عايز، بانك تشد المساحه دي من التايم لاين. وطيب جميل، خليني لو انا عايز ابدل المشهد ده وناخد فكره عن الحاجات الجاهزه اللي موجوده عند فيونت، هنضغط على ريبليسمنت، فلاقي بقى ان هو عنده نفس ال3 سيناريوهات الجمال بتوعي، البيزنس فريندلي والابيض والاسود والكلمه الثالثه اللي انا مش عارف اقراها دي.
طيب في هتلاقي بقى كمية مختلفة، في education، في finance، في government. دي عبارة عن مشاهد من الحياة جوه منها، دي تصنيفات جوه منها مشاهد حية. يعني مثلا لو انا اخترت office، خلينا نختار office دي، مش عارف office دي، لو انا ضغطت عليها مثلا هلاقي جوه منها في مجموعة مشاهد، ادي مشهد، ادي مشهد تاني، ادي مشهد تاني، في مشاهد مختلفة. خلينا نختار مثلا اول مشهد ده، انا ضغطت عليه هيعمل لي replacement للمشهد بتاعي اللي كان موجود من شوية كله، يبقى ده مشهد جاهز. طبعا هنا انا ما اتكلمتش خالص عن اي عنصر من عناصر التصميم، لكن كل العناصر دي بامكاني ان انا اعمل لها اي نوع من انواع التحريك، زي ما انا هنعرف كمان شوية. ادي شخصية، وفي شخصية تانية، وفي مكتب، وفي شخصية، وفي الحاجات دي، وفي الشبكة دي، كل دي اوبجكتس موجودة في البروبس. يعني بامكانك انك ترسم المشهد ده كله من الصفر لو انت عاوزه، لكن هو بيوفر لك حاجات جاهزة، لكن ده ما يمنعش انك تقدر تتحكم في القصة دي كلها بشكل كامل، وتعمل ريسايزنج، وتعمل تحجيم للعناصر بناء على البعد وغيره. فده اللي احنا نقصده بمسألة المشهد في شكل عام. فتصديرنا للفيديو على فيون ده هنا بيتكون من مجموعة مشاهد وهكذا. طيب لو ملف الفيديو بتاعك يعني هيتكون من اكتر من مشهد، عشان تضيف مشهد تاني بتضغط على علامة الزائد اللي موجودة تحت على التايم لاين دي عشان تضيف مشهد. فبيجي لك سؤال منطقي كده، انت عاوز ايه بالظبط؟ عاوز هتختار مشهد من التمبلتس اللي كانوا موجودين من شويه، ولا انت هتكمل على نفس المشهد الموجود من شويه، يعني هو كوبي من المشهد ده اللي انا واقف عليه ونقوله للمساحه اللي بعد منك، ولا ادا بلانك سين، مشهد فاضي خالص انا هحاول اهندله او اكريته من الصفر؟ فالامر بيرجع اليك. يعني لو انا اخترت مثلا تشوز تمبلت، فهيفتح لي قائمة التمبلتس طبعا، لان انا كنت ستيل واقف على اوفيس، فهو لسه لازال مديني المساحة بان انا اختار مشهد تاني. هضغط انا على مشهد تاني فهلاقي ان المشهد ده مختلف عن المشهد ده كان ليه تصميمه، وفي عناصره المختلفة، وفي الشخصيات المختلفة بتاعه، والمشهد الاولاني نفس السيناريو. طيب ده كده المفهوم بتاع امر الريبليسمنت. في امر جميل في فيوند هنا، وهو كان خاص ب على حسب المشهد بتظهر الاوبشنز. يعني لو انا موجود في المشهد الاول هقف عند رقم واحد، هلاقي امكانيه ان انا اغير الباك جراوند، الباك جراوند اللي ورا الشخصيات والمساحه ومساحه العمل دي، لا انا شايفها لقيتها كلمه اوفيس. بامكاني ان انا اختار لوكيشنز، او وفي كميه كده من الحاجات الجاهزه، او صدقا يعني هي كميه كبيره، يعني كميه كبيره لا يستهان بيها من المشاهد، وفي مشاهد هنا على شكل ملفات فيديو. ف100% هتساعدك كتير جدا في انك تحاول ترسم السيناريو بتاعك. الجميل في فيوند مره تانية للناس اللي بتكتب سيناريو او بتكتب تصميم تعليمي بشكل عام، هو انك بتطلع على التولز اللي موجوده عنده. فانت مثلا وانت بتكتب السكريبت بتاع السيناريو بتاعك، عاوز المكان ده يكون مثلا في المطار، فبامكانك انك تكتب ايربورت، المطار يعني ايربورت، وتشوف اللي عنده هو ايه، وده هيساعدك في انك تكتب السيناريو. او خلينا نقول كده هيعمل لك زي عصف ذهني، او يمدك مجموعه من الافكار، ففي النهايه بتكون انت الكسبان. يعني بعد ده التشينج للباك جراوند او الخلفيه، انا هضغط عليها مره تانية عشان اعمل لها ارجعها مره تانية. وبعدين بيكون عندي 3 درجات لونيه، ده الكالر سكيم اللي شغال عليه المشهد الحالي، فبتلاقيه في اماكن مختلفه بامكانك انك تحاول تغيره. نوت ريكومندد حرفيا، لان الالوان دي متوافقه جدا مع بعض. لكن مفيش مشاكل انك لو ضغطت على اللون ده، اللون ده هيتغير باي لون انت هتحدده، مفيش اي مشكله من ذلك الامر. يعني فهو برضو وبيدعم مسألة كتابة الألوان بالهكس وبالار جي بي موجود، يعني عنده الهاش السداسي العشري، وفي ار جي بي، وعلى ما اظن عنده الاتش اس بي اللي هي سيد اللي هي الساتوريشن والبرايتنس. وفي كاتيجوريز جاهزة هنا، هما مش كتير، بس بإمكانك انك تاخد ألوان متضادة، او خلينا نقول يعني ألوان مش بنفس السياق، مش في نفس المجموعة اللونية الواحدة. يعني ما فيش اي مشاكل من ذلك الامر، اختار الدرجة اللونية اللي انت عايزها، وكل الكلام ده سبورتد ومدعوم التعديل فيه بشكل كامل. الامر اللي جاي كان خاص بحاجة اسمها سين ترانزيشن. طيب احنا اتفقنا على اتفاق كده بان السين ده عبارة عن حتة او عبارة عن مشهد، ده الاصفر ده سميناه سين، والاصفر اللي بعد منه ده برضه سميناه السين الثاني، وهكذا. في كده الفيديو فيوند بيتكون من مجموعة من السينز، كل سين جنب بعد منه في سين، وهكذا لغايه لما نخلص من الامر ده بان يطلع معانا ملف فيديو بشكل كامل. السين ترانزيشن دي بقى ليها دخل بالانتقال بقى ما بين المشاهد المختلفه، اللي هي ترانزيشنز اللي احنا متعودين عليها.
باي ديفولت انا مش بيبقى عندي ترانزيشن، يعني ما بين انا كده موجود في سين رقم واحد بدليل ان هو موجود واخد اللون الاصفر. لو انا عاوز اروح لسين تاني، يعني لو انا عاوز او خلينا نقول كده انا عايز اعمل ترانزيشن للمشهد ده، هضغط على كلمة نان دي وهيظهر عندي كمية من الترانزيشنز اهو، زي مثلا في كمية كبيرة زي الفيد والفلاي اوت، يعني موشن جرافيكس. ممكن نجرب مثلا حاجة زي الرينجز او السترايبس، دي حاجات ليها دخل بالموشن. لو انا ضغطت عليها كده فهيقول لي تعالى شوف الانترودكتوري بتاعك، عامل لي كده زي خط اخضر، وبصوا يا شباب في البروفيو كده لو انا ضغطت عليها هلاقي ان السترايبس او المدخل بتاع ملف الفيديو، اللي هو حبة الدوائر اللي ظهروا في ملف الفيديو في الاول، ده كان الترانزيشن، يعني مدخل الفيديو بيبقى شكله ازاي. طيب بعد منها في جزء جميل جدا 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 رائع صدقا، ممكن ما تلاقيهوش في برامج كتير من برامج الانفوجرافيكس او حتى برامج المونتاج العادية، يعني واللي هو بيكون الكاميرا في اوند، بيدي لك كنترول مميز في استخدامك للكاميرا علشان تزوم ان او اوت في المشهد، وده امر بصراحة اجده قيم جدا وبيساعدك في انك تهايلايت الاجزاء بتاعتك بما يتناسب مع السيناريو. يعني المشهد عندنا في بدايته موجود في شخصيتين بيتكلموا بشكل عام، وفي تفاصيل مالهاش اي 300 لازمه في المشهد لما ندخل في قلب الموضوع، زي السكرتيره اللي موجوده في المكتب دي. انا عايز ادي بشكل عام نظره عامه للمستخدم باني والله الاثنين دول موجودين حاليا في الاوفيس، لكن لما يجوا يتكلموا مع بعض فانا هعمل زوم ان بقى، هخلي المشهد مختصر على وش الشخص اللي بيتكلم مثلا، او وش الشخص اللي موجود، اللي يعني هكيب فوكس، يعني هركز على جزء بعينه من الاجزاء اللي في المشهد ده، مش هركز على كل الاجزاء. خلونا نجرب كده مثلا، هكنترول على الكاميرا وهبدا انا اد كاميرا. بمجرد ما ان انا ضفت الكاميرا يعني ايه بقي في زي لونه اورنج في المساحة دي وقداني رمز الكاميرا. طيب انا عايزك تفهم حاجة مهمة كده في الاول، ان الكاميرا دي هي عبارة عن الحاجة اللي هتشوفها انت لما تصدر الفيديو النهائي، تمام كده؟ اوكي، يعني انت كده عاوز تقول له من فضلك شوف لي المشهد كله بشكل كامل، لكن لما تيجي تضيق الكاميرا خالص على ونفرض الشخصين دول تحديدا، فبص في المعاينة ايه اللي بيحصل. لو انا عملت بريفيو ومالوش دخل خالص ببقية أي حاجة في المشهد، رغم إن فيه تفاصيل تاني في المشهد مهمة، لكن حضرتك عملت إيه؟ عملت زوم إن كده بشكل مباشر على الشخصيتين دول. طبعا هو إيه بعد ما خلص دخل على المشهد التاني. خلينا بقى نحذف المشهد التاني ده ونركز على مشهد واحد، ده اللي أنا أقصده في الأول كده بالكاميرا بشكل عام. يبقى دي كانت عبارة عن إيه؟ أنت عايز الكاميرا تشوف إيه؟ طيب في وانس هنت، معلومة قيمة جدا بيطلبوها، او يعني من ضمن الحاجات المميزة في فيونت حرفيا، يعني هي بعد ما انت تجيب الكاميرا في انه ممكن حضرتك تعمل حاجة جميلة خالص اسمها كاميرا موفمنت، يعني انك تدي المستخدم احساس بان انت بتحرك الكاميرا. يعني ايه هو؟ طبعا الفرق برضه في المقصد او الهدف التعليمي من الامر ده والسيناريو اللي انت بتكتبه. يعني انا والله عايز ادي في بدايه المشهد احساس بان الناس اهي داخله كلها، بعدين انا هبدا اركز بشكل مباشر سنه سنه على الشخصين اللي هما بيتكلموا دول، فده اسمه موفمنت، كاميرا موفمنت. فلما ضغطت على كاميرا موفمنت راح عمل لي كاميرا تاني بلون كده زي المارون او اللون اللي هو البني الفاتح ده، وانا هاخدها واركزها على مين؟ على الاثنين دول. فشفت اللي هيحصل؟ اكاد اجزم بانك فهمت المشهد. يبقى هو هيفهم المشهد الكبير خالص في الاول، وبعدين بيبدا يزوم ان سنه 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 لغايه لما يكيب فوكس على المربع الصغير ده. تعالوا نشوف الكلام ده في البروفيو. يبدا المشهد كبير لان ده دي البدايه بتاعته، تمام كده؟ بعدين هيبدا يعمل موفينج، يعني مش هيخلص المشهد، يعني مش هيسرجك، مش هياخد المشهد من بدايته على الاثنين اللي بيتكلموا بس، لا ده هو هياخد المشهد من بدايته على الاثنين بشكل عام من البدايه خالص لغايه لما يدخل جوه على الاثنين اللي بيتكلموا دول. ده كده بيسموه كده، يعني هو مش اقرب لانه هو اسم حركه من حركات الكاميرا زي الزوم ان كده. لو انت عايز تعكس المشهد ده الامر بسيط جدا، يعني هتخلي اللون المارون ده اللي هو الكاميرا اللي في النص هي الكبيره والكاميرا التانية هي الصغيرة، يعني فور انستانسنج كده فور ديمو لو انا عايز اعملها هصغر الكاميرا دي الصغيرة، هخليها تبدأ بالاتنين دول هما اللي بيتكلموا، وهاجي عند الكاميرا التانية وابدأ اكبرها كده، المشهد هيبدأ معكوس، هيبدأ من جوه لبره،
يعني انا عايز اقول له والله ابتدي بالاتنين الصغيرين دول وبعدين ابدأ ارجع لورا بالمشهد لغاية لما تكشف مساحة العمل كلها بشكل كامل او المشهد بتاعك. مرة تانية الكلام ده بيرجع للسيناريو اللي انت بتكتبه. مرة الاداة دي او التول ده واحد من ضمن التولز اللي بتساعدك في انك تبني انفوجراف. طيب ده بالنسبة للكاميرا، والكاميرا صدقا صدقا اكاد اجزم بانها امر رائع. انا عديت على برامج انفوجراف كتير ما لقيتش الهاندلنج تولز دي بالشكل ده قبل كده وبالسهولة والسلاسة دي. طيب هروح بعدين للسين سيتنجز. طبعا انا هنا انا بحكي في السين يا جماعة. مرة تانية انا حكيت وقلت مرة تانية السين ده هو المربع اللي لونه اصفر. طيب تقول لي هو ايه الترس اللي فوق ده؟ لا لا انا كنت بحكي في الفيديو بشكل كامل. احنا اتفقنا اتفاق بان الفيديو ده عبارة عن سين زائد سين زائد سين، مجموعة مشاهد محطوطة جنب بعض باسمهم فيديو سيتنجز، تمام كده. لكن ده المشهد اللي انا واقف عليه بقدر اتحكم فيه مثلا في الدويريشن بتاعه. انا هنا عندي 2 ثانية وخمس اجزاء منها، انا مش عايزه كده، انا عايز اخليه 5 ثواني برسايز تحديدا. فانت لما ضغطت على 5 ثواني لقيت الحجم على التايم لاين هنا بقى اكبر شوية. طيب دي مساحة العمل اللي في النص، انا هضغط مرة تاني. هنا بتكون مساحة العمل وبتلاقي فيه بقى مجموعة ايكونز الستيج فيو لو انت عايز تشوف المنصة بس وعايز تشوف الجايد لاينز عشان تحاز العناصر بتاعتك او هتعمل زوم ان او زوم اوت، تمام كده. ولو نزلت تحت هنلاقي الروعة بتاع التايم لاين. التايم لاين هنا طول قوية بصراحة، ليها فيها حبة استخدامات جميلة كده. من ضمن استخداماتها في انك بتلاقي فيها مجموعة الخطوط. الخط الاولاني ده بتاع انسيرشن ملف الفيديو، ولما بتضغط عليه بتقدر تحط الاسيتس، يعني الحاجات اللي هي مربوطه بملف الفيديو. وبتلاقي بقى التراك بتاع الملف الصوت، يعني لان انت هتعمل ليب سينج كمان شويه، الشخصيات دي هتتكلم، فالمفروض ان الشخصيات دي هتتكلم وفق منظور معين او في ملف الصوت معين، فده التراك بتاع الصوت حرفيا. ومعاك اداتين للزوم ان والزوم اوت اللي بيكونوا خاصين علشان تزوم جوه وبره. طبعا التايم لاين ده انليميتد، يعني حط عناصر زي ما انت عايز. طيب رائع كده، احنا حتى الآن استعرضنا مع بعض الواجهة بتاعت فيمت. طيب لو انا عايز اكريت او حرفيا ابدأ الجانب الجيد او الجانب الرائع في الموضوع، تعالوا بقى نلغي بس الكاميرا دي علشان نفضي المشاهد. اضغط عليها واعمل لها ريموف، واضغط عليها واعمل لها ريموف، والترانزيشن انا ما عنديش مشاكل فيها خليها موجودة. انا عايز الشخصية اللي لابسة الشنطة دي ابدأ اكنترول في الانفوجراف. يعني تعالوا نشوف كده يا جماعة. في الأول أنا خلينا نحذف الشخصية اللي قدامه ونخلي شخصية واحدة بس اللي هو ده. وأول حاجة نستعرضها مع بعض هي بتكون الأكشن. طيب الأكشن ده مرة تاني يا جماعة الخير، على حسب الأوبجكت اللي أنت محدده الحاجات بتظهر في الشريط ده. ده عبارة عن من وجهة نظر فيوند إن الأوبجكت ده كائن بشري، فعشان كده له أكشنز ممكن توجع عليه أحداث معينة. طيب خلينا ناخد نظرة كده عن هو ايه بالظبط الاكشنز اللي ممكن تحصل جوه قلب البرنامج ده. يعني الراجل ده ممكن يعمل حاجات كتير بصراحة، ممكن يعمل يعني ممكن يعزف، وممكن يروح يجيب فلوس، وممكن يطبخ دايلي لايف، ممكن يعمل حاجات مختلفة. والاسهل من ده كله او الاقوى حرفيا هو الويزرد الرائع اللي او محرك البحث القوي جدا اللي انت بتدور عليه. يعني ولنفرض انا عايز الشخصية دي تمشي يا جماعة، فانا هكتب كلمة ووك مثلا، هو هيديني كل سيناريوهات الوك اللي ممكن تيجي في بالك حرفيا حرفيا. في كمية من الوكينج كتير على الشخصية دي. هنا ده بيمشي بس مش عارف رجله وجعاه، وهنا بيمشي وهو مش عارف بطنه وجعاه، وهنا بيمشي بس بيمد في خطوة رجله، وهنا بيمشي مش عارف كات ووك بس تقريبا ماسك القطة في ايده علشان مش بيمشي لوحده، بيمشي مع القطة، وهنا بيمشي بس هو يعني في كمية بصراحة من الحاجات الكتير هنا. انا اختار ووكينج بس علشان اختار حاجة واحدة، يعني نورمال ووك، يعني انا مش عايز كل الامور دي، فعاوز اختار نورمال ووك، عايز اختار طريقة كده او واحدة من ضمن ادوات المشي عادي جدا اهو. ده مثلا holding hands، ده بيمشي وهو ماسك ايده، انا مش عايزها دي لان الراجل اللي موجود عندنا في المشهد حرفيا ماسك شنطة. يعني واحنا ماشيين بندور على الوك، انا عاوز ادي لك فكرة عن كل الاحداثيات اللي ممكن تيجي في بالك اللي بيوفرها لك البرنامج حرفيا كتير جدا. في حين انت لو كنت بتستخدم برامج تصميم انفوجرافس من الصفر هتتعب كتير جدا في، وحتى دكتور علي موجود معانا هتتعب كتير جدا في انك تصمم حركة بسيطة زي اهو هاندز ان بوكيت او انك تمشي بشكل طبيعي. هي دي اللي انا عايزها حرفيا. تعالوا نشوف البريفيو بتاعها، هو بيمشي كده خلاص. انا هعمل لها ابلاي بس كده، هيبان ان الشخصية بتاعتي
بتمشي. بانت، بانت من فين؟ من الخطوة اللي هو عملها دي. طيب جميل خالص. همسح انا الاكشن، همسح انا انا كده ضفت حاجة اسمها اكشن عليه. طيب جميل. وعندي كده كمية من الاكشنز علشان تحاول تدور جوه. بصراحة في مكتبة كبيرة جدا من الامور اللي يعني لو حاولت تدور عليها هتلاقيها بتفيدك يعني، لكن 100% يعني ما هكذا تورد الابل. هي الفكرة بان انت بيكون معاك سيناريو فبتدور على اقرب اكشن ليها ان انجلش. يعني انا كتبت ووك فشفت اللي موجود عنده، انا عايزه ياكل فاكتب ايت، مش بالعكس. انت ممكن تتصفح كل الكاتيجوريز او الكاردز دي علشان تاخد فكرة عن البرنامج، لكن لما تيجي تصمم 100% هترجع للسيرش. طيب جميل خالص. انا لسه حتى الان يا جماعه ما اتكلمتش في مسار المشي، انا بس حطيت حاجه اسمها اكشن وقلت انا عايز الراجل ده بيمشي. طيب هو هيمشي ازاي؟ اهو ده القصه اللي اسمها موشن باث، ده بيكون مسار مشيه حرفيا. خلينا نضغط عليها ضغطه كده، وهنا هنا نن نن يعني انا ما عنديش اي موشن باث، فانا هبدا اختار بصراحه لاين، انا عايزه يمشي مثلا على خط مستقيم. طيب حلو. هو بيبدا يقول لي طب هو هيمشي من الشمال لليمين، من اليمين للشمال، يعني كل واحدة من دول بتمثل لك الاتجاه، هو هيطلع سلم ولا هيطلع جبل ولا ايه الدنيا في الحياة؟ أنا عايزه يمشي من الشمال لليمين، فأروح ضاغط على دي، فراح عمل لي ديمو جميل خالص أو تصور لبص كده، ده السيناريو، ده السيناريو اللي هيحصل لما أنت يمشي. وفي ديلي أو في ديوريشن، في وقت الدنيا معاك تمام خلاص، بإمكانك إنك تشد دي لورا أو لتحت، تخلي المسافة قريبة، اعمل اللي أنت عايزه، بس ده اسمه الموشن باس. تعالوا نشوف كده اللي إحنا عملناه حتى الآن بريفيو. احنا عملنا اكشن اسمه ووك، ورسمنا خط المشي بتاع الكاركتر بتاعتنا اللي احنا محتاجينها تنفذ الاكشن ده. بس الموضوع انتهى بمنتهى السلاسة. على افتر افكتس او على برامج مشابهة كان انك تعمل موشن باص امر يعني بياخد كمية كبيرة جدا من الوقت، خلينا نقول بياخد وقت. اي نعم في اسيتس جاهزة بس كان حرفيا بياخد وقت. لكن هنا يعني انا زي ما بقول لك دراج اند دروب والموضوع بسيط جدا. طيب ده عن موضوع الاكشن، وفي اكشنز كتير. احكي في نقطه تانية جميله خالص اسمها الاكسبريشنز مره تانية، علشان انا واقف على هيومن بينج، انا واقف على شخصيه، فعلشان كده بيطلع لي حاجه اسمها الاكسبريشن، انا اضغط عليها بقى واشوف ايه اللي بيحصل ده. فبيقول لي ماشي انا هعمل لك اكسبريشن بس بناء على الاكشن. يعني ايه هو؟ هو ده بصراحه جانب منطقي في الموضوع، يعني according to action، وفقا للحاجه اللي انت مختارها. طيب خلينا نشوف الاكسبريشنز بتاعته. بيقول لك والله زعلان او زعلان اتنين او confused او بيبكي، او يعني هنا هتلاقي كميه ما شاء الله كميه لا باس بيها، من بيبص لتحت او حزين او بطنه وجعاه او عايز ينام، او في كميه كبيره من الحاجات اللي ممكن تستخدمها حرفيا كاكشن وك ك كاكسبريشن. طبعا الاكسبريشن ده تعبير على الوجه يا شباب. خلينا نجرب على كلمه confused دي، بص على ملامح وشه هتلاقيه زعلان حرفيا. معلومة على جنب، الاكسبريشنز اللي بتظهر دي مربوطة بالكاركتر اللي انت مختاره. يعني لو انا اخترت شخصية تانية غير السكرتيرة اللي موجودة في الخلفية دي يا جماعة، هلاقي اكسبريشنز مختلفة عن الشخصية بتاعت الترينر او الانستراكتور او الشخص اللي لابس بدلة اللي انا بحرك فيه ده دلوقتي. مع استخدام البرنامج هتبدأ تعرف بقى ايه مين اللي بيريحك اكتر وغيره، خصوصا ان البرنامج بيوفر لك ابيليتيز كتير، يعني بيوفر ثقافات مختلفة. هتلاقي شخصيات شرق اسيوية، شخصيات ليها دخل بالخليج العربي، شخصيات ليها دخل بدول اوروبا، يعني هتلاقي تغطية كاملة لكل الشخصيات اللي ممكن تستخدمها بما يتناسب مع المحيط بتاعك. طيب دايركشن بقى، ده معناه الاتجاه يعني. فمنطقي ان هو مثلا هيبص على الكاميرا، وبصراحة موضوع انه يبص على الكاميرا هيبقى مش منطقي لو كان بيكلمني، لانه ماشي في زاوية والمفروض انه مش هيبص على الكاميرا غير لو عاوز يقول للجمهور رسالة معينة يعني. طيب هو هيبص على الشمال المفروض لان ده اتجاه مشيه. طب لو جاي يبص على اليمين هتلاقي ان الامر غير منطقي تماما. لو خلينا نقول هو مقصودة لانه بيكلم حد وهيمشي لقدام، فعاوز يقول حد، عايز يقول حاجة لورا مثلا، يعني هو كان موجود مع حد معين وهيلتفت له. مرة تانية الأمر ده بيرجع 100% لطريقة صياغتك وكتابتك للسيناريو تاني، لأن كل هنت كده مش كل جزء كل هنت كل جزء من الأجزاء في المشهد هنا بيعتمد بشكل أساسي على السيناريو اللي أنت كنت كاتبه. يعني مثلا إحنا هنا كنا بنقول إنه هو عاوز يبص، أو إحنا اخترنا زاوية، أو إحنا اخترنا إن هو كان فيوز، كان هو كان موجود مع مجموعة أشخاص وهو متضايق منهم وعايز يقول لهم، هيقول لهم معلومة بقى بس إيه في عكس اتجاه سيره.
وممكن على الناحية التانية نخليه فيس الكاميرا على أساس إنه خلاص هيقول معلومة مباشرة للمشاهد بقى اللي هو الجمهور، هيكلمهم تحديدا بريسايزلي هو باصص للكاميرا وهو بيمشي. لا طب انا لو مش عايز فيس الكاميرا هختار الامر المنطقي جدا انه يبص مثلا يمين، او انا اسف هيبص كده شمال وهيكمل مشي للهدف اللي هو رايح عنده لغايه لما المشهد ده يخلص. فده الجانب الجميل جدا الخاص بالاكسبريشن. يبقى الاكسبريشن دي فيها نصين، ليها دخل بتعبيرات الوجه، النقطه التانيه زاويه الوش رايحه فين، إيه سواء كان زعلان او حزين او غيره. طيب هي الزاويه دي رايحه فين، دي النقطه. طيب امر مختلف ثاني بعد ما عملت الموشن باف يا جماعه بيكون، وامر رائع جدا جدا وعنصر قوه 100%، انا اجزم بانك مش هتلاقيها في اي برنامج تحريك تاني، هي السلاسه في ادراج الصوت او الديالوج. تعالوا ممكن يعني ناخدها كده بنوع من انواع التفصيل. ده الديالوج، ده برنامج تحريك، من المنطقي ان انا ابقى عارف ان الشخصيات دي هتتكلم، وانا في مرحله التصميم انا اوريدي بعمل حاجه من اتنين، يا اما بيكون معايا الاصوات موجوده، يعني انا اوريدي كلمت فويس اوفرز واتفقنا في السيناريو على الكلام اللي هيتقال وسجلته عند فويس اوفر ومعايا المكتبه الصوتيه بعد مراجعتها لغويا من اصحاب القرار، معايا الاصوات دي خلاص اوكي. انا عايز اركب الصوت على الشخصيه علشان يحصل الليبسينج اللي هو مساله المزامنه وحركه الشفايف، اللي هو بتخلي الامر رياليستيك اكتر، يعني علشان يبقى الموضوع واقعي ويؤدي الغرض منه. تمام. فانا هعمل ايه؟ اوكي انا هبدا عند الديالوج ده واضغط عليه ضغطه واحده، فهلاقي ان هو بيقول لي ها ايه الكلام، انا عايز اضغط على كلمه اد ديالوج، هضغط على اد ديالوج وهنا تظهر الروعه رقم واحد، الاوبشنز المتاح او كميه الحاجات المتاحه في ان انت تركب الصوت على الشخصيه. رقم واحد المايك ريكوردينج دلوقتي لايف، وانا بسجل وانا موجود في السيشن هنا حالا ممكن اعمل مايك ريكوردينج، يعني انا اتكلم على الشخصيه، فده دي نقطه قوه. نقطه قوه جميله جدا كانت حاجه اسمها التكست تو سبيتش، مره تانية ده عنصر بقى علشان الاي اي وعلشان تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ابتدى يكون موجود معانا اكتر، بان انا يا شباب اكتب النص وهو يحوله لصوت. يعني خليني اكتب ولنفرض مثلا هكتب بسم الله الرحمن الرحيم، انا طبعا قبل ما اجربها هي مش احسن حاجه في الكوكب، تمام؟ لو عايز الموضوع يكون مور رياليستيك صدقني انت محتاج فويس اوفر. طيب المفروض ان انا اختار اللانجوج بتاعي لان ده لغه عربيه وده برضه داعم للصوت باللغه العربيه، وانا هبدا اختار. طبعا هو المفروض ما يكونش فيميل، فيميل ده بتقول ان ادمت فيميل ده بيقول ان الصوت ده هو عنده كم، يعني عنده لكنات كده مختلفه، عنده فيميل اسمها ليلى دي واحده ست، وفي فيميل اسمها زينه، في صوتين للستات وفي صوتين للرجاله، في ماجد وفي طارق. طبعا الاسماء دي عربيه صرف يعني، فبامكانك انك تختار بناء على الشخصيه اللي انت عاوزها. كمان هو انا كتبت من عندي بسم الله الرحمن الرحيم النص اللي انا عاوزه يتجري، بس مهم جدا اني احدد هنا كلمه عربيك، لاني الفكره بتاعت الفكره بتاعت طريقه الصوت. يعني من ضمن التكنولوجيا بتاعت الاي اي الرائعه هنا انك بتختار اللكنه بتاع الصوت، يعني لكنه اهل الجزائر هتكون مختلفه عن لكنه اهل مصر، اهل الاردن، اهل الكويت، اهل العراق وغيرهم من الامور. طيب انا هضغط على ايجيبت مره تانية وتعالوا نعمل جنريت كده نولد الصوت بتاع بسم الله الرحمن الرحيم، وهو في دقيقتين بسم الله الرحمن الرحيم. او طبعا هو كان صوت فيمل، ممكن اكون انا تقريبا ما عندلتهوش لسه، ليلى هو اسمها سلمى المره دي. طب لو انا عايز اخليه شاكر تعالوا نعمل جنريت لصوت شاكر، لان الشخصيه دي كانت اوريدي مال نوت فيمل، وتعالوا نشوف ايه اللي بيحصل كده بعد ما بنولد الامر ده. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل. خلينا نقول انه الفيوند هنا بيعمل صدقا، يعني بيعمل عظمه شويه في قصه انه يعني مشكورا بيبدا يحط تشكيل على اواخر الحروف، على الرغم ان الهندله دي كانت جزء من عندي انا، يعني انا كنت المفروض ادخل له باسم مثلا اسكن الميم ولفظ الجلاله ابدا
اسكن ال او بسم الله مثلا، اكسر اله، وهحط الانماط مختلفه بتاعه التشكيل عشان يطلع الامر مظبوط بنسبه كبيره جدا. طيب حلو، انا بعد ما عملت الجنريتنج ده، وده كان واحده من ضمن التولز بتاعه الليبسينج، تعالوا نشوف اللي بيحصل. حط لي مقطع الصوت تحت اهو يا جماعه، وتعالوا بقى نعمل ايه، نعمل بريفيو. هنا هيحصل حاجتين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا ما خدناه هو لاني مساله ان هو بيمشي، في ممكن تكون ما خلتناش ناخد بالنا من الليبسنج بتاع الشفايف بتاعه. بس انا هوقف دلوقتي الموشن باس، يعني انا هحذف المشي بتاعه وهركز الكاميرا بشكل اساسي على وشه تحديدا، علشان خلينا نقف عليه هو ونعمل في الاكسبريشن، هنخليه يبص على الكاميرا تحديدا، و هنخليه زعلان برضه مفيش مشاكل، وممكن نخليه فرحان. وعلشان ننفذ الامر ده عايز ادور مع حضراتكم على مثلا كلمة هابي من ضمن الحاجات هنا، اهي موجودة اهي، خلينا نضغط عليها هنلاقي شكل الوش حرفيا اختلف. وهنبدأ بقى نزوم بالكاميرا عليه علشان نتأكد من القصة دي. انا طبعا عشان اجيب الكاميرا لازم اضغط على السين من بره، هركز بشكل اساسي علشان المعاينة على وشه هو بس، ومش هخليه يتحرك رغم ان هو واخد اكشن اسمها ووك، بس مفيش مشاكل، احنا وقفنا الموشن باص فهو هيكون موجود معانا. تعالوا نشوف المشهد كده يا جماعة بعد المعاينة، او في المعاينة يعني على وجه التحديد ركز في الليبسينج اللي هو حركة الشفايف سينكرونايزد مع حركة بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بعد ما خلص مقطع الصوت هو اوتوماتيك لوحده وقف الليبسينج. يعني الفكرة في ايه؟ مرة تانية، الليبسينج اللي بيحصل ده على حسب طول مقطع الصوت اللي موجود في المشهد. هو بيعمل ووكينج مش مشكلة، احنا ممكن نطير الأمر ده خالص. مرة تاني عند الأكشنز مش عايزين الووكينج بتاعه، هو واحدة من ضمن الحاجات اللي كانت موجودة، خلاص نخليه ستاندينج زي ما هو كده وهو بيبص للكاميرا. وهيرحب بقى. مرة تانية هعمل بريفيو علشان ناخد بالنا من الطريقة بتاعت معالجة. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي المشهد اهو، رغم ان المشهد لسه ما خلصش، بس في حاجات ثابته وفي حاجات بتوقف. يعني لا اراديا فيوند بيخلي عينه بتتحرك لان دي حركه لا اراديه، شفايفه هتتحرك طول ما الصوت ستيل شغال، بعد ما الصوت بيخلص شفايفه هتضم، بس ده مش هيخليه يغير الاكسبريشن بتاع ان هو فرحان. فانت هتلاقي برضه ان في ضحك كده موجوده في شفايفه وفي عينيه وفي ملامح وشه، فده امر ممكن يساعدك 100%. مره تاني في انك تنقل احساس على حسب السيناريو اللي انت بتحاول تكسبه او عاوز تنقله لطلبتك بشكل مباشر. دي النقطه الروعه حرفيا في فيوند في مساله الديالوجينج. انا شايف حرفيا ان الامر ده مش موجود في برامج كتير جدا، ومن ضمنها برامج حرفيا رائده في مجال صناعه الانفوجراف ما فيهاش الامر ده، ما فيهاش التراك بتاع التكنولوجيا الاي اي بان انا ادخله السكريبت المكتوب بعد ما هندله، بعد ما اعالجه بشكل مميز واخلي الشخصيات تتكلم. دي نقطه. لكن مره تانية ارجع واسحب كلامي واقول ان علشان مشروع يطلع بشكل ناجح انت محتاج فويس اوفر، انت محتاج شخص ينقول لك مش بس الكلام، محتاج شخص ينقول لك الاحساس اللي انت بتقوله. يعني وده جزء مره تاني من كتابتك للسيناريو بتاعك، ان في فقرات معينه واحنا بنكتب السيناريو لازم تبين للفويس اوفر ان دي مثلا بحذر او بقلق او بابتسامه، او علشان يفهم بالظبط الاحساس اللي منقول منك، او انك تقعد معاه بشكل مباشر بدل ما يحصل الخد والهات، لا دي مش عجباني انا عايزها بشكل مختلف فنضيع وقت كتير. الجانب اللي جاي كان خاص بالابلود اوديو، يعني انا خلاص مش هسجل صوت على شخصيه وانا لايف دلوقتي موجود في السيشن يعني جوه البرنامج، لا لا مش هعمل كده. ومش عايز الوزرد بتاع التكست تو سبيتش لان لقيت ان هو ممل شويه ومش بيديني احسن حاجه، فانا خلاص انا هكلم يا جماعه فويس اوفر وهديله كل الفقرات بتاعتي من واقع السيناريو التعليمي بتاعي، وهخليه هو يسجل ويبعت لي الفويسز دي وانا اعمل لها ابلود هنا بالظبط كده زي ما هو بيحصل. الامر ده متاح، يعني انا موجود هنا اهو، هروح عند الديالوج و الديالوج وهبدا اعمل ابلود للاوديو. وانا عرفت بقى فين يا جماعه مقطع الصوت اللي انت عاوزه، بامكانك طبعا انك تنشن على مقطع الصوت لو كان اوريدي موجود معاك وتبدا تعمل له امبورتيشن، تبدا تنظمه هنا. طيب تعالوا نشوف شكل المشهد من غير صوت. ها اللي انت متوقعه صحيح، صحيح تماما، اللي هي الفكره بتاعت طالما مفيش صوت بالظبط مش هيحصل ليبسينج، مفيش حركه شفايف، حركه الشفايف
راح تحصل لما يكون في صوت، طالما ما فيش صوت مش راح يحصل ليبسينج. ومرة تانية المشهد ده برنامج فيديو، بإمكاني إن أنا أحط في الخلفية من ورا زحمة مكتب أو صوت أصوات أو صوت أرقام أو صوت تليفونات، دي حاجات من بره ممكن أجيبها بعملها أبلودينج وأنزلها عندي، مفيش أي مشاكل من الأمر ذلك. لكن أنا تحديدا أعني إن الصوت اللي هيتكلم عنه الشخصية دي علشان تعمل لها إمبورتيشن لازم تضغط على الشخصية وتضغط على أيقونة الديالوج. لو عايز البنت اللي موجودة في الخلفية دي هي تتكلم لازم تقف عليها وتضغط على أيقونة الديالوج. فبالتالي الليبسينج هيحصل على الشخصيه اللي انت كنت واقف عليها وانت بتعمل الديالوج، فده بيخليك تركز اكتر شويه برسايز. لان انا شايف ان ده امر مهم جدا وامر طيب صدقا من برامج المونتاج عامه، لان برامج المونتاج التانية انت بتنزل الصوت على التراك في التايم لاين ماشي، بس طيب ايه الصوت ده بتاع مين؟ ممكن تلاقي نفسك تهت شويه، لكن الليبسنج هنا مش هيظهر غير على الشخصيه اللي انت محددها حرفيا علشان هي اللي تبدا يعني تاخد المشهد وهي اللي تبدا تتكلم يعني. طيب اوكي، ده امر ادمت، ده امر من ضمن يعني النقاط القوه اللي استعرضناها او اللي كانت موجوده في فيونت. الجانب اللي جاي طيب ماشي اوكي، بغير مساله الشخصيات واحنا اتكلمنا بقى عن الاكشن ان انا والاكسبريشن والديالوج، واتكلمت عن الانترانس او الانتر افكت، ده تاثير دخول حاجه برضو زي الترانزيشن، يعني عايز الشخصيه دي تدخل ازاي مثلا. خلينا لو اخترتها طبعا الانترانس ده ليه دخل به الشخصيه، تعالوا نشوف. انا اخترتها مثلا هاند مش عارف ايه، هي طبعا اللي انا عملته ده بيتعارض مع معايير تصميم تعليمي. ايوه طبعا، لان مفيش شخصيه بتنزل من السماء او مفيش شخصيه بتنزل برمز الايد، لكن انا مره تانية مش رياليستيك، انا اكتر انا بشرح واجهه استخدام البرنامج بشكل عام وبحاول اوظف الادوات قدر المستطاع طبعا، لكن انت ما تحاولش تعمل الميكس اللي انا بعمله ده، لاني انا بس بشرح واجهه البرنامج وامكانياته. حكينا بعدين في الموشن باث ان انت لو عايز ترسم مشهد او خط معين لشخصيه، ناخد الكنترول والروعه في الموشن باس ده. يعني تعالوا نشوف كده مشهد تاني وهنحاول نعمل فيه موشن باس جميل كده بعد ما نعدي على الاكزيت افكت اللي هي الشخصيه دي تخلص المشهد وتمشي ازاي. طيب انا اضيف مشهد تاني بعد المشهد ده اد سين، والمره دي هخليها من التمبلت، وهبدا اشوف بره الاوفيس عايز حاجه بره مجموعه المكتب بتاعي دي، وممكن اروح لنقط معينه فاينانس، حاجات لها دخل بالحكومه، تشارتس، احتفالات، يعني عندك كاتيجوريات كتير هنا، حاجات لها دخل بالاجازه اللي اوت، حاجات لها دخل بالماركتنج، اخبار، شوبينج، سبورتس، الرياضه، التكنولوجي، حاجات لها دخل بالنصوص، يعني عندك عندك كميه كبيره صدقا من الحاجات اللي ممكن تستخدمها هنا علشان تصدر او تطلع بمشهد جيد يعني. طيب انا هروح اختار مرة تاني اعمل ايه، هختار ايه؟ طيب ممكن نختار لي اوتس ماشي، خلينا نرجع مرة تاني كده ليه هيلث كير، ما نفرض مثلا دي زي كده ممكن تكون مستشفى او محلات للعناية باي حاجة في الكوكب. هنا من جوه طبعا بيكون في كمية من السينز المختلفة، هنا في اكتر من سين او اكتر من مشهد، بامكانك انك تشوف عايز تاخد انه واحد منهم وتشده والامور بتمشي معاك زي الفل مفيش مشاكل. ده اللي بيخدمه القصص الرقمي بتاعتك او الصيغة النصية للامر. انا اضغط على هوسبيتالتي ونفرض مثلا، فكده انا حطيت مشهد تاني ليه اللي المستشفى. الامر ده ممكن يمشي بشكل اساسي على متغير تاني في تكنولوجيا التعليم بيسموه كده السرد القصصي او القصص الرقميه، لا باس من ذلك يعني، لان القصه بيكون فيها نفس السيناريو بس بيكون في حاجات تانية بقى، بيكون في صوت للراوي الناريتور في الخلفيه دايما بيكون موجود وبيكون ليها اشخاص واحداث، بعكس الانفوجراف اللي ممكن يكون يعني ايه بيستهدف اكتر الانيميشنز والترانزيشنز الحاجات دي بشكل اوضح، يعني بيمشي سنه سنه. لكن في القصه انت بامكانك انك تجيب حاجه ما كانتش موجوده في الكوكب وتلاقيها موجوده في قلب المشهد، يعني لان ده الامر اللي بيستدعي القصه لان فيها جزء من الخيال حرفيا، بعكس الانفوجراف رياليستيك اكتر، والتصميم بتاع البرنامج وكميه المكتبات الموجوده فيه بتؤهل لذلك، يعني هي بتحاول تقول لك ان التولز اللي موجوده هنا بتدي لك الابيليتيز دي والامكانيات دي. فمشهد بيبدا مثلا ولنفرض بادي المستشفى الجميله بتاعتنا، وهنخلي دي مثلا في البدايه، او عايزين نجيب شخصيه نخليها يا جماعه مثلا، او احنا
ماشي، بلاش حتة المستشفى، عايزين حاجة يكون فيها موشن باص علشان نبدأ نمثله ولنفرض. عايزين حاجة فيها ترافل، حد هيسافر. تعالوا نشوف كده كلمة ترافل أو كلايم مثلا، ندور على كلمة ترافل. صدقا أنا ما جربتش كل الكلام ده، في حاجات اوريدي بنعملها مع بعض هنا. فاحنا كنا عايزين في حاجات ليها دخل بالبحر هنا، او في واحد قاعد على الشط، في حد ماشي على الرصيف، ده استعراض لكل المشاهد. في حد سايق عربية اهو، ممكن واحد وواحدة يعني بيدور مفتاح العربية، بيدوس على الاكسلاتير وهو طالع المصعد او هو نازل. سيتنج ممتاز. ناخد المشهد الجميل ده عشان نطبق عليه امر كده من ضمن الكاركترز او من ضمن الحاجات الجميلة اللي بتحصل. يعني مثلا انا هطبق اكشن على شخصية من ضمن الشخصيات الجميلة دي، بانها دلوقتي في جزء من التصميم بتاعي انا بستهدف من المشهد ده ان الشخصية اللي لابسة اسود دي يا جماعة هتقوم، تمام؟ المشهد اللي بعد منه هتمشي مثلا مجموعة من الخطوات لغاية لما تطلع بره المشهد. ده اللي انا عاوزه حرفيا في قلب السيناريو بتاعي، انا كاتب كده في السيناريو. اوكي تمام، فيلا بينا. هي كده قاعدة، انا عايزها تكون موجودة، مفيش اي مشاكل. هروح مخلي المساحة، يعني المشهد ده هياخد مثلا وقت كام، يعني هنسيبه زي ما هو على وقته ده، خلينا نقلله شوية، مش مشاكل. واخد دقيقتين ثانيتين ونص، احنا هنخليه ثانيتين. حلو. بعدين هعمل حاجة جاية لذيذة خالص من امكانيات البرنامج ده، هضغط عليه كليك يمين على المشهد ده واختار حاجة اسمها كونتينيو سين. طيب ما حكيناش احنا في الكليك يمين، بس استبعد سياق ذلك. كونتينيو سين ده هيعمل نسخة حرفيا من المشهد الحالي بكل التغييرات اللي انا عملتها في المشهد اللي فات، علشان اعمل حاجة مش موجودة بقى. انا عايز الراجل ده يظهر ان هو كان قاعد في المشهد اللي فات، في المشهد ده عايزه يقوم، هروح واقف عنده. وانا فهمت ان موضوع انه يقف ده جزء من حاجة اسمها اكشن، فاروح هم ادور في الاكشن بتاعي على كلمة بالظبط كده ستاند، هدور على كلمة ستاند. هو بيساعدني صدقا، ستاند او ستاندينج، هضغط مثلا على ستاندينج دي. فتعالوا نشوف هو واقف، يعني هنا في الحالتين هو واقف، بس انا مش عايز كده. انا عايز الاكشن بتاع انه يقف، انا عايز انه الهمة بتاعت انه يكون موجود ويبدأ يقوم يقف. يعني يا ترى هي موجودة ولا لأ؟ تعالوا نجرب او نشوف. طيب هي حرفيا سيتنج. طيب لو كانت ست، طيب هل ست دي موجودة؟ هي ست دي موجودة، ممكن يكون واحدة في الستاند بس انا مش عارف، ما خدش بالي. تعالوا نجرب مثلا كلمة ستاند، ستاندينج. هو ما عندوش غير الاتنين دول في ستاندينج، لكن للأسف الاتنين دول مفهومش حركة. يعني مفهومش حركة. طب انا عرفت من فين؟ انا عرفت من ملف ان هنا مفيش فيديو، فبالتالي هو هيقف بشكل مباشر. فالشاهد انت مش هتاخد بالك من الحركة اللي حصلت، بس لما انا اعدي على المشهد، يعني خلونا نحذف المشهدين اللي فاتوا، انت هتحس بدور الموضوع، ان في مشهد الشخصية دي كانت قاعدة، وفي مشهد تاني الشخصية بقت واقفة، فهتاخد الاحساس بتاع ان لا ده حصل وقف. يعني خلينا نجرب كده واعمل مثلا بريفيو في الجزء بتاعي ده من المشهد، الشخصية دي كانت قاعدة، وفي المشهد اللي بعد منه الشخصية دي هتبدأ تقف. اي نعم، هو الامر مرة تاني كده تحس ان هو نوت رياليستيك، لكن مرة تاني انا عاوز اقول ان وجود الحاجات دي بناء على ايه؟ بناء على الشخصيات. يعني ممكن الشخصية بتاعت الراجل ده انا هاخده كده وحركه من مكانه هنا، واخليه هو اللي يبدأ يقعد على الكرسي ده مثلا. تعالوا نشوف يا ترى عنده الامر ده ولا لا. هروح عند الاكشنز بتاعه وهكتب انا كلمة ست، سيتنج مثلا. تعالوا نشوف هل سيتنج موجودة. ست موجودة، بس على اساس انها برضو حركة مباشرة، مش على اساس انها هيديني الووكينج. ده ملف فيديو، ده في حركة هنا، في كمية حاجات. ده اللي انا اقصده، الحاجات اللي بيكون فيها موشن هي بتكون اللي عندها ملف الفيديو ده، لكن بقيت الحاجات اللي بيكون فيها رمز المعاينة اللي هي رمز العين، ده معناها انها ما فيهاش الحركة، ما فيهاش التراكنج بتاع الحركة دي. فده الامر اللي احنا حابين نوضحه. الجانب اللي جاي، لو انا حاضر انا هحاول اختار مشهد تاني. المشهد ده هختار from template، وعايز المرة دي يكون فيه ماونتين تمام موجود. عايز يكون فيه زي جبل علشان ننفذ رياضة كده جميلة، او ممكن هنا في سكاينج، في ناس الشخصية اللي هي الراجل ده بيتسلق او بيحاول يمد له ايده. طيب هنا في حاجات لذيذة صدقا، فانا عاوز واحد منهم. هاخد الامر ده،
روك كلايم. دي بتحاول تعمل حاجة جميلة شوية بإنها بتحاول تطلع فوق جبل، ده جزء منه ممكن يكون من سيناريو أنت عاوزه. أنا بس مش هستهدف إن البنت دي إنها تطلع الجبل، أنا هشتغل بطريقتي أو عايز أحقق حاجة كده في بالي، واللي هي إن أنا هانسيرت شخصية معينة، هجيب كاركتر كده وأختار أي شخصية من عندي، ولنفرض هجيب الكاجوال، أجيب ماشي خليني برا الكاجوال، عايز أدي الإحساس بتاع عرب. هنا الأمر داعم شوية الموضوع، الجماعة العرب فهتلاقوا حرفيا في الكيورد هو ما فهمنيش. حاضر، طب أنا هغير كده وأكتب كلمة مسلم ممكن يفهمني. مسلم واحدة من ضمن الكي فريمز أو من ضمن الكيوردات اللي موجودة عنده، فعنده شخصيات، عنده شخصيات مسلمة، وأقصد الوجه تحديد محجبة اكزاكتلي كده. ده اللي انا عايز. حتى دول الجماعه اللي هو دول بالنسبه له دول اسمهم مسلم مش عرب، ماشي. وإلي يكون ده الكيورد بتاعنا، هناخد شخصيه زي الشخصيه دي مثلا. انا ادركتها، ضغطت عليها بس هيتعمل لها امبورت، يعني هتنزل جوه مساحه العمل دلوقتي اهي. طبعا انا عايز اقول انها موجوده في الخلفيه، فيعني ابعد شويه اللي هو عنصر المنظور في التصميم، هغير انا الشخصيه بتاعي ده عشان يكون صغيره شويه كده خالص، وعايز ادي الاحساس بتاع ان الراجل ده يا جماعه هيمشي على الجبل ده، بس البنت دي في مقدمه المشهد، ده الاحساس، ده الجزء من السيناريو اللي انا هحكي فيه تحديدا دلوقتي. فاعمل ايه دلوقتي؟ طيب عايز اخلي الامر ده رياليستيك، طيب الراجل ده المفروض ما يبصليش، هيبص على الحته اللي هو ماشي فيها، ده رقم واحد. فاروح عند الاكسبريشن واقول له لا يا ريس، انت في الاول لازم تبص مثلا على الليفت يا ترى، تعالوا نشوف هي الليفت دي كانت يمين ولا شمال. هو بص كده ناحيه الكاميرا، جميل، ناحيه الليفت، ممتاز. طيب وهبدا ادور له على اكشن انه يمشي، فانا عايز ادور على الاكشن اللي اسمه ووك، ووكينج او ووك، انا هضغط على كلمه ووكينج، والمره دي بالظبط كده انا عايز حاجه فيها ملف في فيديو، لان الاكشن ده هيتكرر، هيتكرر يعني هيحصل كتير، هو هيبدا يمشي مش خطوتين وهيقف او غيره، لا هو هيمشي مسافه من الزمن يعني. طيب لو هروح عند الموشن باث او عن الموشن باث وهنبدا نكريته مع بعض كده، هنضغط على مش هينفع لاين المره دي، ممكن نختار كيرف بقى. طيب الكيرف ده ليه طبعا ليه صياغه، كان انا هختار ده فعلشان هندل الكيرف صدقا، هو كده حجمه كبير جدا فهبدا اصغره، فبالتالي هو طيب انا هضغط على الباص سيتنجز، شكل الكيرف بيبقى ازاي، انت عايز شكل الكيرف يكون ازاي، طب في كام نقطه، طيب يعني ايه كام نقطه، يعني انا لو زودت مثلا في عدد النقط هزود النقط اللي اقدر من خلالها اتحكم في ان الشخص ده بيمشي ازاي، او دي الفكره، كل ما زادت عدد النقط كل ما زادت الكي فريمز اللي اقدر من خلالها اخلي موضوع المشي واقعي اكتر، زي الباك بونز في برامج التصميم التانية. دي اول نقطه مثلا هحاول، وان كانت هي بعيده شويه، كل ما زود في عدد النقط كل ما اهو التصميم بيكون اوقع اكتر مثلا يعني. اي نعم هو هنا يعني ايه مش واقعي خالص، بس برضو الكلام ده على سبيل التمثيل يعني، انا بحاول اضرب مثال. فتعالوا نشوف الباص اللي احنا رسمناه ده هيعمل ايه في الحياه، هو طبعا برضو في كده حبه حاجات مش مظبوطه، لكن دي طريقه مشيه ستيل موجوده وستيل تول من ضمن الادوات اللي انت ممكن من خلالها تقدر تتحكم فيه او تقدر تحط يعني تقدر تستخدمها بشكل او باخر يعني. هرجع مره تانية في كنترول في الموشن باص بتاعي، بقدر اتحكم في امور مختلفه منه، روتيشن من ضمنها مساله المشي مع عقارب الساعه وعكس عقارب الساعه، موضوع التايمنج يعني موضوع انه يمشي بشكل مباشر يعني، ولا يمشي ياخد كده زي ايز ان وهو داخل كده تلاقي الموضوع بسيط، او ايز اوت وهو وطالع تلاقي الموضوع يعني عارف زي موضوع فرامل العربيه ما بتقفش مره واحده، اللي بتاعت القصور الذاتي دي، لا هي بتاخد سنه كده لغايه لما تقف. هل هو يبدا على طول كده اكشن ولا ايز ان اوت، يبدا سنه سنه يعني ما ابتديش بفول 90 سرعته كلها وهو ماشي؟ لا طبعا. الجانب اللي جاي كان التايمنج، اوتو فيت دي معناها على حسب المشهد بتاعك، وبامكانك انك تعمله ديلي يعني تغير فيه، تعمله تاخير بنسب معينه او وقت معين، ده الكنترول اللي بيحصل في الباث. واما عن الشخصيه فممكن تعمل لها الاين، الاين بس ده امر غير منطقي بالمره، لانه هيخلي لك الشخصيه بتاعتك تمشي مع الخط وهي بتروتيت معاه، وده يعني ممكن تستخدمه بس لما تكون مش بتستهدف التعامل مع البشر، يعني بتتعامل مع زي عجله او اشياء اوبجكتس يعني، زي موضوع لو كان فيها عجله او كان في غيره من الامور المختلفه.
ده الكنترول في الموشن باث. مره تاني بيكون معايا الاكزيت افكتس، لو انا طبعا انا ستيل واقف على الموشن باث عشان كده في حاجات مش متاكتفه معايا، الحاجات دي هتتاكتف لما انا اعمل فريينج او احرر نفسي من المشهد اللي انا كنت واقف عليه. اتكلمنا بقى عن الترانزيشن، دي الفكره، وهي البنت بتعمل اكشن. خلينا نشوف هي بتعمل ايه حاليا، اذا كانت واخده اكشن او لا. هي حاليا مش واخده اي اكشن، ده الاكشن اللي انا كنت اوريدي بتكلم فيه او كان موجود معايا. اه لا، هي واخده اكشن اسمه كلايمبنج، انها بتتسلق، ده شكل الاكشن بتاعها. وتعالوا نشوف لو احنا عملنا لها بريفيو. طيب من الواضح ان كلايمبنج ده زي ما احنا اتفقنا الاكشنز اللي هي بتكون مش عليها ملف الفيديو، فده معناها انها مش بتتحرك، يعني هي كده ثابته. لكن الاكشنز اللي بيكون عليها ملف الفيديو ده معناه ان هي حرفيا بيكون فيها حركه، هيعمل هيبنج او هيحط ايده في وسطه، فده دليل او ده عباره عن دلاله انت ممكن تستخدمها في اثناء تصميمك للانفوجراف بتاعك او اثناء تصميمك للفيديو بتاعك او القصه الرقميه بشكل مباشر. يعني ده بشكل عام كل ما نعنيه، او كل يعني بشكل مقتضب ومختصر برضو كل الكلام اللي حابين نقوله في الفاندمنتالز او في الكور كونسبت بتاع الاداه اللي اسمها فيونت. انا مره تانية مش جاي اتكلم هنا في الفيديو التعليمي، او انا اقصد الانفوجرافيك التعليمي كتقطير او كاطار نظري، اساتذتنا اتكلموا عنه بشكل كبير، وفي كميه كبيره جدا من المراجع اللي اتكلمت عنه. لكن انا استهدف حرفيا في الفيديو ده او في الامر ده هو بس جاست محاوله توضيح واحده من ضمن ادوات انتاج الفيديو او الانفوجراف المتحرك اللي هي كان اسمها فيونت. معلش صدعتكم رغاي، انا عارف وانا متاكد من المعلومه دي. لو انا عملت داونلود لملف الفيديو، لكن ملف الفيديو ده هينزل هو حرفيا مش هينزل، لكن انت محتاج تصيع عليه شويه. يعني ايه عنصر الصياعه في الموضوع؟ خلينا نرجع على فيونت الموقع الرسمي. طبعا انا ما حاولت تصيح، هيكون في هنا سيف اند جو. خلينا نعمل سيف الاول قبل ما نطلع بره، نعمل سيف. هيظهر معاك لو انت كنت في فري هنا في العضويه المجانيه، هو كلمه فيوند اللي موجوده في قلب المشهد في النص. لازم تدفع برايسنجز، لازم تدفع فلوس معينه علشان تحاول تطلع من الامر ده او تعمل. وهعدي انا بالمناسبه كمان شويه على برايسنج قبل ما اختم الفيديو، واستقبل اسئله واستفسارات حضراتكم حوالين الامر ده. انت بس محتاج للوهله الاولى، حتى لو كنت يعني هتعرض الامر ده على المشرفين او الساده المحكمين التولز بتاعتك، انت محتاج مش محتاج تشتري فيونت، تمام كده؟ انت محتاج بس تعمل ديمو كده عليه، وانت موجود هنا هتنزل برنامج زي انترنت داونلود مانجر او الاي دي ام، والاي دي ام بيديتكت ملفات الفيديو. فهو وانت واقف هنا ولو ضغطت كده، انا كده مش في مرحله التحرير، انا في مرحله العرض يعني. فالانترنت داونلود مانجر هيفهم الامر ده وهيروح معلجك، وانت كل اللي انت محتاجه دلوقتي انك بس تعمل داونلود للامر ده وتبدا تعرض التولز دي على المشرفين او على المحكمين بشكل مبدئي. لو هو الامر ده اللي بيستهويهم وكانت التول دي بتحقق لك نسبه من الاهداف اللي انت عاوزها في تطبيقك للتجربه البحثيه بتاعتك او الخطه بتاعتك، خلاص مفيش مشاكل، الامور في ايدينا واحنا كده ما خسرناش حاجه. قبل الاسئله واستفسارات انا هروح على البرايسنج تبع اهو، وحتى كان بيقول لي البلانز والبرايسنج تبعهم، لانه عنده اكتر من خطه حرفيا لموضوع الاسعار. خلينا نشوفها كده مع بعض، انا هضغط عليها واشوف عنده كم خطه او كم خطه سعريه. طبعا احنا ملناش دخل بالانيوال، ربنا ما يجعلناش من اهل الانيوال. الانيوال ده يا جماعه للمؤسسات مش لينا يعني كافراد. انا اقصد مره ثانيه طبعا انا مش بتكلم باسم القسم، انا بحكي في كافراد، انا بحكي تحديدا كباحثين يعني. في العضويه الاسينشال هتديك $50 في الشهر، $50. العضويه البريميوم الاسينشال دي $50، البريميوم $89. في العضويه البروفيشنال عامله $159، وفي الانتربرايز ده مؤسسات مالناش دخل بيه طبعا. تعالوا نشوف الفيتشرز كده، لو انت كنت موجود في العضويه الاسينشال ايه اللي بتحصل، والفرق ما بينها وما بين البريميوم. تعالوا نشوف كده في العضويه الاسينشال، يا ترى هيشيل مننا كلمه فيوند دي ولا هتفضل موجوده، ولا هيحصل ايه في الحياه؟ تعالوا نشوف، علشان حتى على الاقل لو انت حاولت فيما بعد بعدين انك تنتقي التول دي تكون مناسبه ليك او لا، لان كل واحده من دول هو دخلنا على سبسكريبشن على اساس ان انا هشتري. انا لا مش عايز اشتري، عامل حاجه
انا كنت بس بشوف الفرق ما بين الخطط. هو كومبير بلانز، تعالوا نشوف كومبير بلانز دي. طيب ايه اللي بيحصل في الكومبير بلانز؟ a basic plan for those tight budget ما عندهمش فلوس will import the هو للأسف يعني بيقول لك the logo of Viont will be imprinted in the bottom left، ملف البتاع هيكون موجود من تحت شمال بتاع Viont. يعني طبعا دي عشان ما تتخضص من الرقم يا جماعة، انا على الانيوال والله، انا على الانيوال ولا على المنث؟ تمام كده، انا المنثلي. يا جماعة في العضوية الاسينشال في مشكلة في ان عندك ضلع في الموضوع، هو اللوجو بتاع فيون ده هيكون موجود لكن هنا اللوجو راح يتشال. فالعضوية اللي هي ب90 دولار دي ممكن تكون انسب شوية لو انت عايز يعني هتمسك العصاية من النص، مش هتدفع فلوس كتير في ذلك الامر. رغاي انا هرجع مرة تانية ليه التشات تبع حضراتكم، و يعني هكون سعيد يعني لو حضراتكم معاكم اي كومنتات او اي تعليقات. وطبعا احنا مش في يعني احنا في ميتنج، يعني بامكان اي حد انه يتكلم على ما اقصد. وانا حاليا برضو فاتح التشات بوكس لو حد من حضراتكم حب يكتب اي شيء او عايز يقول لي اي استفسار حوالين الموضوع. تسلم يا دكتور ابراهيم، ربنا يبارك في حضرتك يا رب، ربنا يبارك في حضرتك، يعني تشرف لينا وجود حضرتك معانا وبقيت اساتذتنا، ربنا يبارك فيهم جميعا. الشباب اساتذتنا، اذا حد معاه اي شيء او اي اسئله حوالين فيوند تحديدا، انا طبعا لا ادعي ان انا عندي خبره ومعرفه بالانفوجرافيك التعليمي او الانفوجرافيك المتحرك، لا صدقا والله انا جاي استعرض التول اللي اسمها فيوند لاني شايف انها يعني ماشيه مع الانفوجراف من واقع، يعني من واقع خلفيتي العلميه البسيطه حوالين الانفوجراف. الاداه دي تقدر تستخدمها عشان تعمل من خلالها انفوجرافيك متحرك. انا مش بحكي في الاطار النظري عن الانفوجرافيك المتحرك ولست اهلا لذلك. دكتوره ايمان، البرنامج ده مونتاجه النهائي بيعتبر قصه رقميه؟ صحيح، ملف الفيديو بتاعه يا دكتوره ايمان مش شرط، او ممكن تطلع منه بقصه رقميه مفيش مشاكل، لان ده في الغالب المونتاج بتاعه بيكون ملف فيديو. عارف يا دكتوره ايمان، خلينا كده نعمل فليب للموضوع. يعني ايه؟ يعني بصي حضرتك هتكتبي سيناريو قصة رقمية بشكل كامل، تيجي بقى المشاهد والأحداث والحاجات الجميلة بتاعتك دي، تمام. وبعدين هتروح فيوند هيطلع لك ملفات فيديو، المنتج النهائي في فيوند يا دكتورة إيمان ملفات فيديو، حلو. أنت هتجيب ملفات الفيديو الجميلة بتاعتك دي وتروح عامل لها انسيرشن في أي نظام تأليف، ولنفرض مثلا من ضمن الأنظمة القوية جدا مثلا من أدوبي، خلينا نقول من ستوري لاين ارتكوليت، تقدر انت بقى تحط ملفات الفيديو وتضيف الانتر اكتيفيتي بقى بتاعك عليه. يعني تقدر يعني ايه، اصلي انت هتحكي القصه في ملف الفيديو، الجوانب اللي جايه اللي هي الفروع اللي جايه في القصه، مثلا مساله قلب الصفحات، مساله الحاجات دي ممكن تحطها في نظام تاليف يا دكتور ايمان زي ارتكوليت ستوري لاين او ادوبي كابتيفيت، ممكن تعمل بيه الكلام ده. وعلى فكرة في ناس كتير بتمشي على نفس المنوال، يعني فانت كده بتبقى مسكت العصايتين من النص ومسكت كل شيء. هذه فكرتي، هذا مقترح والامر حضرتك. يعني حاضر مع حضراتكم لأي أسئلة أو استفسارات قبل ما نختم السيشن بتاعنا. شكرا لحضرتك دكتور ايمان. تسلم دكتور عبد الرحمن، اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يبارك في حضرتك يا رب، يعني بان احنا من يشرف بذلك، ربنا يبارك فيكم جميعا. معلش هي ايه، السيشن ده بيحاول يتسجل في ظروف غامضة شوية من قلب الأحداث، فعشان كده ممكن تسمع أصوات عجيبة وبتاع، يعني ايه، ف كان يهمنا والله إننا نحاول نعقده في أسرع وقت ممكن.
وبإذن الباري عز وجل يعني ربما تكون بداية لما هو قادم إن شاء الله بإذن الله. طيب على حتى لا نطيل عليكم في الوقت، والوقت اتأخر حرفيا، سعدت جدا بوجودي معاكم وبمحاولة نقلي اللي أنا أعرفه تجاه هذا الأمر. أشرف طبعا بوجود حضراتكم جميعا وهذا العمل تحت إشراف وتوجيه قسم تكنولوجيا التعليم، وأعني بالذكر وأخص بالذكر على وجه التحديد. تسلم يا رب دكتور أيمن. على وجه التحديد دكتورة نجلاء صاحبة الفضل في إن الأمر ده يظهر على ما هو عليه، لو كان ما هو عليه ده أمر جيد. أشكر حضراتكم جميعا وأشكر لحضراتكم الحضور، ودمتم بأمان الله وحفظه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. التسجيل يا شباب كان موجود معانا، سجلت السيشن من أوله لآخره، وحتى الآن لغاية دلوقتي لسه ما قفلتوش، فهقفل الريكورد ده، ولو حد من حضراتكم كان محتاجه يقدر يراسلني، وبإذن الله عز وجل نبعتولي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. دمتم بأمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.